ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة، فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرجفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان، فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام أربعة أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار، وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.